مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. استاذه اشجان، موضوع ان الزوجه تتطول، سواء يعني هي خبطته طبعا من البتاعه كانت هتفتح دماغه، فتحتها صح. انا صراحه كل اللي وجعني، انا كنت بتفرج معاكي على الفيديو، الولد كون ان الولد يطلع ويشوف مشهد زي ده، بابا وماما بيتخانقوا وبيقولوا الفاظ لبعض وحشه جدا جدا، والزوجه هنا يعني قالت ما لذ بطاب، لا عندك عيله ولا اهل ولا شرشحت، يعني هي قالت كل حاجه، ويطلع الولد يسمع الكلام ده كله وهو الاب سكت علشان الولد. فخليني اشوف معاكي مشهد زي ده. هل الاب لما بيبقى عايز مثلا يكتمها زي ما احنا نقول كده، او يسكتها، مش عايز يسمع سيل الشتايم ده، او عايز يحافظ يسد الليلة. يحافظ على اذان ولاده من ان هم يسمعوا بابا بيتهان ويسمعوا اصلا الاهانه دي، معناها ان هو كده ما تصرفش صح، وهو اللي اداها الفرصه انها تستمر في حاجه زي كده، وان هو تهاون من البدايه وهو السبب اللي جرأها عليه. هو على فكره دي نقطه جوهريه جدا، في ان ازواج كتير يقول لك اسدها واسكت وما اتكلمش، فبالتالي حاجه من اتنين، هي يا اما تفهم ان هو مش قادر يرد فبيسكت، فانت تحس ان انت على حق وتتمادي والدنيا توسع منك في الكلام وتدوري على هل من مزيد، يا اما ان هو بيبقى زوج ضعيف الشخصيه فعلا ومش قادر يرد عليها وهوجع دماغي وبيأثر السلامه، ففي الحالتين غلط. عشان كده بنقول ان الزوجه لما بتبدا تعمل كده، تبدا بقى تفتح القاموس بتاعها وتعلي صوتها، انت كده بتفرط في حق من حقوق اولادك وحق من حقوقك. يعني انت لما بتسكت، سكوتك مش ان انت بتنهي موقف او بتسد جعوره زي ما بيقول، او بتنهي ماساه قدامك، لا، انت بتزود معاناه فيما بعد. ان انا شايف الولاد عمالين انهم شايفين القاموس الرائع ده مفتوح قدامهم، شايفين الادوار مش هقول معكوسه، بس اللي بتزعق هي ماما واللي ساكت هو بابا. ماما نفسها بتحس بموقع قوة، ودي بتبقى كارثة شوية في المشاكل. ان انا لما بحسس الزوجة ان اديله بزيادة، وانت زي ما بحيد القطة، يعني خلاص بقى هو اصبح لا شيء بالنسبة لك، وانت عمالة تزودي، فبتزيد عندك القناعة ان انت صح، وهو عشان هو مش غلطان فمش عارف ينطق، فبتزودي المشاكل. فانت من اول موقف، يعني انا عايزه اقول يا جماعه 60 ولا 70% والله بتبان، يعني احنا بنقول ما فيش حاجه بتزيد عن 70% في الخطوبه والعقد، بس حته صلاه اللسان دي بتبان اكيد بتبان.